سيدي الترونسبور سيدي ولا جانا بزاف اليوم هيا كاع بنادم باغيين يسافروا جا من الترونسبور مصروف 70 درهم بزاف غادي خميس الزمامره جاي من خريفكا راني من الصباح من الفجر وانا خارج وانا دابا المغرب وانا باقي مازال ما وصلتش دابا 70 درهم جينا طاكسي قالك 70 درهم كان 30 درهم 25 درهم هي اللي كاينه اليوسفيه كنمشيو لها ب 30 درهم دابا ولا كيقول لك 2400 باش اليوسفيه بزاف هادشي اصاحبي كنجيو ب 30 درهم ولينا غادي ب 2400 سيدي بالنور مشيت اليوسفيه سيدي بالنور 2400 درهم هو قال لك اسي مال كورونا ويا ما سبب الزياده دابا غير ثلاثه البلايص ما دايرين الطاكسي والو ما طالي كيمشيو ب 30 دايرين لهم 50 درهم السبب هادو ثلاثه البلايص لقطوا لي ماشي بالسبب ما كاين حتى شي سبب هانيه غير ثلاثه البلايص لقطوا لازم ندير لهم حتى حاجه واحد المشكل ان الطاكسيات غير واقفين ما باغيينش تهزونا اصلا وفهمتي وكاين وزايدين مرتفع ديال الاثمنه يعني 60 درهم كتمشي للزمامره 60 درهم نورمالمون كتمشي ب 30 درهم هذا هو المشكل دابا الطاكسيات غير واقفين ما كاينش اللي كيبغي يهزك كاع حيت ثلاثه البلايص زعما ما يهزوكش فهمتي كنطالبوا اننا ينقصوا لينا في الاسعار شويه ويتحركوا الطاكسيات يعني غير واقفين ما باغينش يهزونا كاع دوك المشكل بغينا نعرفوا علاش الطاكسيات كيجيو خاوين وما كيبغيوش يديونا حنا علاش هذا المشكل واقع مع بين ولاد الجيل والزمامه كيقول لك من بعيد كيقول لك لا ما ديناش علاش ما يديناش كتقول لي يعطوك 16% ونش عيب وكيقول لك كمشيو ب 25 درهم وكيقول لك 12% 16% كيدير المبلغ دوبل ديال دوبل كيقول لك ومشكله واحده اخرى ثاني كيقول لك غاتمشي في الطريق كيقول لك غاتكذب بحال جاو سولوك بحال غتقول لي 800 درهم ما كتقولش لي 16% فهمتي ولا لا واحد قبيله مشاو سيدي بالنور قالوا لي غتعطينا 16% ولكن ملي تشوف الطريق غتعطيو 800 درهم كنجيو الجيله سيدي كنتواجدو كنجيو ندو الناس هنايا الناس راه مقطعين ما عندهمش باش يمشيو هنا ورا هاد الناس حكموا علينا بثلاثه البلايص وحنا ثلاثه البلايص راه ما كافينش الناس وبغينا شي حل اللي يديروه معنا هاد الناس دابا حنا كنديو الطريفه العاديه ما كنديوش حتى بزياده ولا شي حاجه كنزيد لا ما كنزيدو عليهم ما والو ولكن حتى زياده ما كاين ما كنزيدو فياج حتى لا 600 راه 1600 اللي كاين كل واحد كيخلص جوج بلايص ما كنديو لا زياده لا والو حنا ما كنديروش حتى زياده لا في البلايص لا في هاد السيده هي عندها 20 درهم هي راكبه حدايا 20 درهم هي هو في البلاصه 400 اللي عندي هو غيديني وغيديني راه ولد عمنا قريب لينا بعداتي ونمشي ب 400 1200 قال لي المشكل فين كاين هاد السطات البلايص هادو راه ما الناس كتعاني دابا حتى كتشوف الناس دابا كلشي مساكن كيتواجدوا هنا حتى واحد ما صايف فاش يمشي ما راه ما زايدين عليهم والو الطريفه راه عاديه ما كاينش شي حاجه ما كيقولوا ديال الثمن من حقنا لان 3 يخلصوا على 3 ما يمكنش ما يمكنش حنا تفاهمنا مع السلطات ديالنا وقادين هاد المسائل انا ما يمكنش ثلاثه غادي نجيبو مثلا دايره 30 درهم جديده للزمامره غنجيبهم 1800 والمازوط ما نقصوش منه مانعين هاد الناس باش يرقصوا على العقلية المازوط باش حنا يعاونونا ونروحو حنا نعاونو المواطنين ولكن باش غادي يعاونونا ما يمكنش انا خصني نحبس لان باش غنجيب 1800 انا من ايام سونا مكاري زمان من ايام سبع الشوش شحال ساعه درت ساري تبركي كاين 10 كيلومتر 1200 وجاي قال لك راه الناس كاين هنا جاي باش نديو الناس يعني ما قديناش نريحوا حنا نبقاو جامدين تما في اليوم نوفمبر هذه هي المسائل يعني راه في متناول المواطن راه ما بزاف راه حتى انا مواطن حتى انا راه حاس بها حيت ما يمكنش 1400 مازون غادي روتور نجيبهم 1800 شنو غيشيط ليا كي غندير 30 درهم كمله من جيبي نجي نبقى بالك النهار كله زمان ما غنخرجش كاين تعاون ملي لقاو الطاكسي موجود وكاين راه كاين تعاون يعني هاد الناس راه خصهم يبقاو راه هذا تعاون في حد ذاته راه حنا معاونين معاهم يعني باش يجي غتنقى الانسان ويديه من هكا لهكا هذا راه تعاون راه حنا مغامرين هذا ومسكين بروسنا كمهنيين لان العلم راه حنا معرضين حتى في الدرجه الاولى معرضين لهاد المسائل هذه